طفرة كبيرة الحقيقة في فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين بمواصفات عالمية وبتنوع بيرضي كل الأذواق من خلال عدد من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية اللي هتكون مستمرة على مدار حوالي أكثر من 50 يوم بيشهدها مدينة العالمين. أبرز الفعاليات هذا الأسبوع هو حفل الموسيقار نادر عباسي، وهيكون معاه النجم لؤي وكارمن سليمان، وحضور مباشر مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها صاحبة السعادة. أما يوم الجمعة إن شاء الله فهيكون جمهور الفنان تامر حسني على موعد مع عرض وحفلة رائعة بإذن الله.